ودابا هي كتقلب على ولدها اللي مات في عمر 6 سنين، كان عيونه كيسان. كان عيونه كيسان، فمو خاتم ولونه قهوي. علي كان دوينا كيسان. هي دابا كتقلب على ولدها اللي يكون عيونو كيسان ولونو خاتم ولا فمو خاتم ولونو قوي. داكشي علاش دابا هي كترجع كل 100 عام، فهمتيني ولا لا؟ عيونو كيسان، هذا ولها عيونو كيسان. الحل الوحيد هي شنا هي كاين هنا فين بلي اويلي بصح صندوق مالك مالك شوية عبي بابا كلهم كيستقبوا اش داكشي اشنو لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. الحل الوحيد لي للانتهاء من ما يسمى بالغول المسيحية هو سر من الأسرار، ويوجد في قلب جبال الأطلس. ما عرفها الله يبا غادي نتاوي المعارف ديالك كي دايرين هالمعارف ديالك الحوجين ها مدرا وراه كيعاود راه فيه واه واه ماشي صاحبي راه صاحبي الوالد الله يرحمه اها شوف فيا بمعطي بم نلم هذا هوب بمعطي هز قعدة ركز معانا راه لحتي لي شعري واش الحل دابا؟ يوجد في قلب جبال الأطلس وفين هذا قلب جبال الأطلس؟ وفين كيحل دابا هذا قلب جبال الأطلس؟ ولكن جبال الأطلس فرا بزاف خصنا 3 أيام عاد نوصلو ليا كم هودا كبر معطيه لا ها؟ لا اشنو؟ هنا فين كاين جبال الأطلس؟ ولي سيت ولي سيت واحد النوع ديال الماء اللي كيخليها تلمد. هو دابا في قلب جبال الأطلس واحد النوع ديال لا
القلب يبان الاطلس. في وسط كيبان الاطلس كاين واحد النوع ديال الماء اللي فيه النطرات قلال، غادي يسبب ان هاد الجمد، مع هاد الجمد انا غنجيب لكم واحد السيف غنقرا عليه القران وغادي تطعنوها. ولا فهمتوني ولا لا؟ في وسط كيبان الاطلس. ولكن فين غنلقاو حنا خصنا يا دلالة؟ قول بالله، قول بالله، انت يا بكوي زوين سيدي علي، حتى انت طلماتي قال لك هو سيدي علي. طيب سيدي علي، سيدي علي دابا هاد الماء هذا غنقرا عليه القران وانتوما غادي تكبوا عليها باش تجمد. فاش غادي تجمد غادي تطعنوها بالسيف اللي غنقرا عليه القران، وهكا غنكون ديالنا. وانا نقول بلاتي 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 سكتو، دابا هاد سيدي علي هذا غتقرا عليه. ولا عجب، انا من ديما عزيز على سيدي علي، ديما كنطلب انا غير سيدي علي. سهله صافي. ولكن شنو ولكن عاوتاني تمشيو للقصر ديالها وتقلبوا عليها وتكبوا عليها هاد الماء، يعني غترشوها بالماء غتلمد، غنهزو السيف اللي غنصيب لكم وغطعنوها. طلعتي طلعت قتلها. ايوا صراحة هذاك هو الحل الوحيد باش نتهناو منها، يا يعني نقتلوها يا يعني نخليوها هكا كتخطف لينا رجالتنا وتقتلهم وتاكلهم رجالتنا ووليداتنا كاملين داتهم. هي دابا وقتنا لقينا الحل. واش عقلتي معايا اش قال لينا الشيخ؟ ايوا مزيان قال لينا نرشوها بالماء ديال سيدي علي. ايه وتسناي تسناي نرشوها بالماء ديال سيدي علي ونطعنوها. هي قال لك ديك الساعه قال لك غتجمد، قال لك كنرشوها وغتجمد. بصح يلا سير. والقاعه فين هي؟ هي عند بلمعطي وساره. يلا هما اللي بغاو يطلعوا سيدو بلمعطي ما يهديك حسي دري صغير نوريها انايا ونحيطها بليها زعما ما نعرفش له. انا ما بقيتش خاطر نمشيو بعيده، هذه بعيده بزاف. انا لو موضه خلي هذا تجي ونقتلوها هذيك الساعة بلا ما نمشيو حتى لعندها ونقتلوها. هذا اللي قاوها غنولي نطعموها بحال هكا. جبتي انت هذا؟ الله يجزيك الله يجزيك. اولي الناس غيشوفوني بلاتي نخبيه. فين كان القصر ديالها؟ لا ها هو بلعطي. يلا فين بلعطي؟ دوزو دوزو ويلي ما باقي بعد دوزو بلعطي. شربي شربي دابا تم بعد نفوق نعرفوا باش نفكوها. عاودوا نرجعوا عند داك الشيخ ويعاود يصيب لينا مع اخو. هاشي مع سيدي علي ديما الانتحار انتحار ديما
ما كديرش اشعه. دوزي دوزي انا مو داك تعيط علينا ولا جات تصبط راه مشينا فيها كامل. دوزي دغيا دوزي دوزي اجي هنا يلا دوزي دوزي تبعيني واخا نمشيو نمشيو معايا يا خرج لي هذيك الخوليه المسخوطه خرج لي الخوليه شي غول ما تقولش لي انت بتشوف خليني يا فريده خليني قال لك اصبر هي يا خرج لي قال لي الباب والله تنحي عليها هذا الباب تنحي عليك واحد لي الباب وين انا تدخل لي انا خاصك تجيني انت يا خسرتي لي راسي الخوله هي زايده في الخوله حلي حلي الغوله حلي حلي ما تقولش لي الغوله حلي يا سمره حلي الغوله الغوله واش واش غنقول لها شنو غنقول لها شنو بغيتي نقول لها اش بنت سميتها فرانسيسكا ما فرانسيسكا ما فرانسيسكا وا جي تي سا ما تخليش ما تخليش هي خلات لا هي خلات اش كيتحب لك راسك ها خرجتي دابا تحب لك جايين من اللي خاوين جميل جيبي شي الماء جيبي الماء بطلع الماء الماء بقاي واقفه بقاي شو واقفه زعما عندك ثقة بالنفس ياك دابا تشوفي نوض تشوفي جميل 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 تبدلت الحوالة